السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الجمعة 31/12/2021 مع بداية الجولة 15 من الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. اليوم متابعينا الكرام الباطن خسر من الاتحاد 2-3، أحرز هدف الاتحاد كارفالهو في الدقيقة 8، محمد ناجي هدف في مرمى بيلعب للباطن في الدقيقة 72، وهارون كامارا في الدقيقة 93، وهدفي الباطن محمد ريحي واللاعب كارفالهو ايضا. متابعين الكرام الحزم خسر من الطائي 0-1، احرز هدف الطائي ناولد موسونا في الدقيقه 95. الاتفاق تعادل امام الفيحاء 1-1، احرز هدف الفيحاء مالك العبد المنعم في الدقيقه 33، وهدف الاتفاق نعيم السلاتي في الدقيقه 84. الفيصلي خسر من الهلال 2-3، احرز هدف الفيصلي رافائيل سيلفا في الدقيقه 6 ورومان في الدقيقه 48. اهداف الهلال بافيتين بيجوميز من ضرب الجزاء في الدقيقة 55، سالم الدوسري في الدقيقة 59، وبافيتين بيجوميز في الدقيقة 79. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. متصدر ترتيب فرق الدوري السعودي في المركز الأول الاتحاد ب 32 نقطة، الشباب في المركز الثاني ب 28 نقطة، ضمك المركز الثالث ب 26 نقطة، الهلال المركز الرابع ب 24 نقطة، النصر المركز الخامس ب 23 نقطة، الفيحاء المركز السادس 21 نقطة، الرائد المركز السابع ب 21 نقطة، الطائي المركز الثامن ب 19 نقطة، الاتفاق المركز التاسع ب 17 نقطة، الفتح المركز العاشر ب 16 نقطة، الاهلي المركز الحادي عشر ب 15 نقطة، واليكم باقي الترتيب. وخلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين وادي النغال لاعب الشباب ب 10 اهداف، المركز الثاني تاليسكا لاعب النصر ب 9 اهداف، وليندر توامبا لاعب التعاون، والمركز الثالث بفيتين بجوميز لاعب الهلال ب 8 اهداف، واميليوز لاعب ضمك، ورومارينو لاعب الاتحاد. متابعين الكرام اشترك في القناه وفعل زر الجرس لاعمل لايك للفيديو، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.